والله عجبني جدا الشاب الجميل اللي قال بتصبر نفسك، يعني من استطاع منكم الباء فليتزوج، فهو مش قادر ظروفه ما تسمعلوش، وقال لك اشوف الفيلم كده اصبر نفسي. صريح جدا. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللي انت بتقوليه ده عك، انت عايز الناس تعمل ايه؟ يصبروا نفسهم. يعني انت بتقولي له لا طبعا، الدين بيقول عكس كده، بيقول اللي ما يقدرش يصوم، انت تقولي له صبر نفسك روح اتفرج على الحاجات دي؟ اللي ما يقدرش يصبر نفسه. انت بتقول عادي، لو شفت التاني الكداب اللي في الاول قالك لا طبعا، ورجع بعد كده قال اه بصراحه. لا شفتي على اللي بيقول، اللي بيقول بتفرج عليها بس مش عجباني. اه انا مش مش عجباك بتفرج عليها ليه؟ بتشوفها ليه؟ يعني لا وقصده يعني ان هو شافها بس ما عجبتهوش، بس مش عجباه. لا عايزهم يطوروا من نفسهم، ينزلوا بابديت جديد. بس لعلمك في قناه بتجيب السكس في شكل دراما، شكل فيلم بقى. ده انت ملمه بالموضوع. اه طبعا طب بتفرجي؟ اه بجد؟ اه صريحة بنتي يا شيماء. نعم يا اطلعي من دول. لا يا حبيبتي طالعه منهم وقاعده ومتربعه، عيب اللي انت بتقوليه ده. بذمتك ما بدحتش ولا موقع اباحي. لا طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ لا طبعا. ليه يعني؟ شيماء يعني انت مع قفل المواقع الاباحيه؟ جدا. يعني مش فاهمه مستنيين ايه؟ نقفلها، نقفل كل يعني اي حاجه مش على مزاجنا نروح قافلين المواقع بتاعتها. مش اي حاجه تانية. لا في اي حاجات تانية اوكي ماشي براحتنا، بس دي حاجه يعني لا ديننا ولا دي بلدنا ولا احنا هنعمل كده. يعني ماشي انتوا عايزين تعملوا زي الاجانب ان هم كل حاجه عندهم مفتوحه واوكي. طب هم بيفتحوا الحاجات دي. استني بس، هم بيفتحوا الحاجات دي والبنت بتروح تعمل كده واهلها عارفين عادي. طب ليه احنا عندنا مش هنعمل كده ولا يمكن هنعمل كده؟ فليه سايبينها؟ ليه ما تسيبيش للناس حريه الاختيار؟ يبقى قدامهم ده وده، وهو عايز يفتح يفتح، ما يفتحش ما يفتحش. طب وليه لو كان انا في ايدي ان انا امنعه من حاجه غلط ما اعملهاش؟ ممكن ارد بقى على سؤالك. انا شايفه ان البني ادم عموما لازم يكون عنده حريه الاختيار، لان هو اتخلق حر، ومن هنا بيجي مبدا حتى الثواب والعقاب بتاع ربنا، ان البني ادم لازم يمنع نفسه من الغلط، يبقى عنده مناعه ضد الاخطاء. في فرق بين المناعه والمنع. يعني يبقى عندك مناعه تجاه انك تشوف الحاجات الوحشه، وفي فرق اني امنع الافلام. المنع مش حل عمره ما حل. امنع انك تنزلي من البيت، امنع انك تبصي من الشباك، امنع انك تختلطي بالراجل. اكبر وبعدين نسبه شذوذ وفجور بتيجي في الدول اللي فيها منع وقمع للراي وللحرية. مش ده الحل ابدا، وما دام نمشي لقدام مش هنرجع لورا ابدا. انا اسفه، لازم احط قدامك كل حاجه على الترابيزه وانت اختاري. الانسان حر كويسه ولا وحشه. انتوا بقى باللي انتوا بتقولوا ده حلو صح، نقعد نشجع الناس على الفساد؟ مش بنشجعهم. وبعدين المفروض بقى طبعا كأم بقى يعني تقول لابنها ربي ابنك بدل صح. ما تقول له بقى روح ذاكر يا حبيبي، ربي ابنك تربيه ان هو يتفرج. ربي ابنك صح. قوم يا واد ذاكر، قوم يا واد اتفرج، مستقبلك هيضيع. صح المفروض تعمل كده ولا ايه؟ مش يعني انا عايز اقول لك حاجه كمان يا شيماء، فايده الافلام دي، في رجاله كتير قبل دخلتهم ما كانش حد شرح لهم ازاي العلاقه الجنسيه في الزواج. الافلام دي وكتب افادتهم كتير جدا. الكتب لانه هيفهم ازاي يتعامل مع واحده ما يعرفهاش ودخل على موقف جديد، ازاي يبقى زوج وازاي يقدر يكفيها ويسعدها. لا بس وازاي يجيب اولاد. ما كانوش عارفين، جابوا كتب قروها ماشي، كتب وطبقوا ماشي. كتب دي على صوره شافوها وبداوا يبداوا حياتهم الجنسيه وبداوها صح. بس لا انا معلش عايزه اقول حاجه برضو يا انتصار هنا، ان الافلام الجنسيه دي بتبقى بتصور للمشاهد حاله مش واقعيه، فالبني ادم اللي بيتفرج بيبقى عنده هاي اكسبكتيشن، يعني توقع في الواقع بقى لما يجي يمارس الجنس زي اللي شافه في الفيلم، واللي شافه في الفيلم مش واقعي ومش حقيقي وما بيحصلش. تعالوا نشوف الفيديو ده وبعدين في عندنا فيديو تاني. ايه ده؟ فيلم بورنو؟ مفاجاه. صبري انت عايز تصبري برضه؟ لا يا اختي مش عايزه تصبر، صبري.